الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع، وهو الجزء الخامس من مقدمة إلى السلاسل الزمنية، أقدم ما يسمى اختبار الجذر أو Unit Root Test، وهو من الاختبارات المهمة جدا جدا في تقرير صلاحية السلسلة التقدير أو لا. لكن قبل ذلك، طبعا هذا الموضوع متداخل باختبار إحصائي نسميه اختبار ديكي فولر. قبل ذلك أرجو أن أذكر بالمقاطع الأربعة الأولى التي قدمناها قبل هذا اللي هي الجزء الخامس. يعني هناك أربعة مقاطع أرجو الرجوع إليها حتى تكون الآن بناء المعرفة هنا متسلسلة ومتراكمة. المقطع الأول تحدثنا عن مكونات أي سلسلة زمنية. السلسلة الزمنية هذه اللي الآن أي سلسلة زمنية تتكون من أربعة مكونات: مكون الاتجاه نسميه ترند، المكون الثاني وهو المركب الدوراني سيكليكال كومبوننت، ثم المركب الموسمي سيزونال كومبوننت، ثم الخطأ اللي هي مركبة غير منتظمة الريجولار أور إيرور كومبوننت. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني ذكرنا طرق قياس مركبة الاتجاه، لأنه هذا الاتجاه مهم جدا في تقرير الآن ما يسمى باستقرار السلسلة أو عدم استقرارها. فقياس مركبة قياس مركبة الاتجاه من خلال الخط المستقيم أو الوسط المتحرك أو أشباه الأوساط والتفريق. وأنا أشباه الأوساط هذه نسميها في بعض الأحيان المصف الخطي linear filter، والتفريق اللي هو differencing. الجزء الثاني قدمنا دالة الارتباط الذاتي ودالة الارتباط الذاتي الجزئي، هنا autocorrelation function، هون partial autocorrelation function، وطريقة قياس كل منهما إضافة إلى الخطأ المعياري في قياس الارتباط الذاتي هنا وقياس الارتباط الذاتي الجزئي. في الجزء الرابع قدمنا ما يسمى السيرورة العشوائية stochastic process، لسيرورة المشي العشوائي random walk، أو ما يسمى بال white noise اللي هو الإزعاج الأبيض، وسيرورة المشي العشوائي بانحراف stochastic process with drift، هذه بنسميها سيرورة المشي العشوائي بانحراف، هكذا drift اللي هو انحراف أو جنوح. وقدمنا معنى استقرار وعدم استقرار السلسلة الزمنية، وقلنا أنه يمكن تقدير معلومات السلسلة المستقرة. نتابع. سأقدم في هذا المقطع قصير معنى الجذر الأحادي يونت روت وطريقة اختبار وجوده بمثال كمي. لنتذكر الصيغة الرياضية لسيرورة عشوائية ذاتية الانحدار من درجة الأولى ونسمى autoregressive اللي هي of order 1 كما يأتي. هذه الآن y t تساوي rho في y t في الفترة السابقة، يعني الآن هذه y تعتمد على الفترات السابقة لها، زائد طبعا الخطأ العشوائي اللي هو الإبسلون سب تي هنا. فإذا هذه الصيغة الرياضياتية، إذا كانت قيمة رو هنا أقل من واحد فإن السلسلة واي تي تكون مستقرة ستيشنري، وسنبين ذلك، ويمكن تقدير معلوماتها وتضيف يعني النتائج في التنبؤ. أما إذا كانت قيمة رو تساوي واحد صحيح فإن السيرورة العشوائية تتحول إلى صيغة مشي عشوائي بدون انحراف تسموه راندوم ووك without drift، وتنشأ مشكلة يطلق عليها القياسيون اسم الجذر الأحادي يونت روت، أي في حالة روت تساوي واحد وتكون السلسلة غير مستقرة وتنتج تقديرات غير خطية. إذا كان طبعا رو أكبر من واحد فخلاص يعني الآن نتوقف، لأنه بكون بالحالة هاي السلسلة نسميها explosive انفجارية، بمعنى آخر أنها تتزايد بسرعة مع الزمن. نتابع. من أجل التأكد من أن السلسلة مستقرة أو غير مستقرة، نقوم بتعديل صيغة السيرورة ثم اختبار وجود الجذر الأحادي كما يأتي. الآن هذه السيرورة y sub t تساوي rho في y sub t ناقص 1 زائد إبسلون. لا شيء هنا. الآن كيف يحدث التعديل؟ نطرح الكمية y sub t ناقص 1، معنى آخر طرحنا من هذه الآن y sub t ناقص 1 ومن الطرف الأيمن من الطرف الأيسر، إذا من طرفين المعادلة نطرح هذه الكمية. ماذا يحدث الآن؟ إذا y sub t مطروح منها y sub t ناقص 1 هنا تساوي rho
في واي سب تي ناقص واحد زائد الإبسون مطروح من الآن الكل هنا واي سب تي ناقص واحد. لاحظوا الآن هنا عامل مشترك هذا وهذا، نأخذ عامل مشترك وهنا الديفرنسينج هذه. فبتكون بالحالة هاي هنا دلتا واي تي اللي هو الفرق بين واي تي والفترة السابقة واللاحقة وهكذا، فدلتا واي تي تساوي رو واي سب تي ناقص واحد ناقص رو في واي سب تي ناقص واحد رو طبعا زائد الإبسلون. الآن نأخذ هذا عامل مشترك هنا، فهذه الفروقات تصبح الآن نتيجة قبل النهائية دلتا واي تي في رو ناقص واحد لأنه أخذنا عامل مشترك الآن واي سب تي، فإذا هنا رو ناقص واحد زائد إبسلون. هذه الآن الكمية نستطيع أن يعني نعطيها فقط رمز واحد، فيمكن عاد كتابة آخر نتيجة كمية. هذا هو الآن دلتا واي تي تساوي ألفا، بدل هذه الكمية رو ناقص واحد وضعنا ألفا في واي سب تي ناقص واحد زائد إبسلون حيث ألفا تساوي رو ناقص واحد. تذكروا هذه الكمية الآن، إذن ألفا هي رو ناقص واحد. نتابع آخر نتيجة، هذه دلتا واي تي تساوي ألفا اللي هي رو ناقص واحد في واي اللي هي سب تي ناقص واحد زائد إبسلون تي. إذا كانت ألفا تساوي صفرا فإن ذلك يتضمن بأن رو تساوي واحد، صحيح، لأن ألفا تساوي رو ناقص واحد، فإذا هذه تساوي صفر، إذا رو ننقلها الجهة الطرف الأيسر اللي هو أو الأيمن فبتعطي رو تساوي واحد. ما يعني بأن لدينا الآن عندما تكون رو تساوي واحد لدينا جذر أحادي وتكون السلسلة بالتالي غير مستقرة، لا نستطيع أن نقدر معلوماتها. نلاحظ بأنه في حالة ألفا تساوي صفر فإن الآن إذا كانت ألفا هذه صفر بالحالة هاي طبعا هذا يذهب صفرا، أوكي، وبالتالي دلتا واي تي لوحدها تساوي الوايت نويز هنا النويز وايت نويز اللي هو بسموه الإزعاج الأبيض، معنى آخر بكون تمثل إبسلون سب تي تمثل سيرورة مشي عشوائي إزعاج أبيض، فإن أخذ الفروقات ديفرنسينج بين قيم واي تي يؤدي إلى تكوين سلسلة مستقرة في بعض الحالات وليس كلها، لكن هنا على الأقل لأنها تساوي هذا افترضناه افتراضا بأن الإبسلون خطر عشوائي هو وايت نويز أو سيرورة مشي عشوائي. السؤال الآن هو كيف يمكننا التأكد من وجود أو عدم وجود الجذر الأحادي في أي سلسلة؟ نتابع من خلال مثال. مثال لدينا البيانات الآتية عن المتغير الآن فائض أو عجز الموازنة الشهرية واثبتي الآن هذا العجز أو الفائض لبلدية إربد في شمال الأردن، هي بيانات افتراضية ونحتاج إلى تقدير هذه الآن هذه البيانات، هذه يحتاج إلى تقدير هذه الآن معادلة دلتا واي تي تساوي ألفا في واي سب تي ناقص واحد زائد إبسلون. هذه البيانات الآن عندي لدينا 25 فترة زمنية، هذا الفائض والعجز لاحظوا الفائض وضعته باللون الأخضر والعجز باللون الأحمر، فأخذنا الآن دلتا واي تي اللي هو الثاني ناقص الأولى الثالثة ناقص الثانية الرابعة ناقص الثالثة وهكذا حتى طبعا انتهينا، فمنخسر فقط مشاهدة واحدة، أي لدينا الآن 24 مشاهدة. واي سب تي ناقص واحد اللي هي واي من الفترة الزمنية نبدأ من هنا 52,000 وننتهي بناقص 200,000، يعني نبدأ من هنا إلى هنا، لاحظوا لي، يعني نخسر مشاهدة واحدة حتى يكون الآن عدد المشاهدات في كل عمود هنا متوافقة متساوي متكافئة على قلب بالعدد. الخطوة الأولى نحدد المتغيرين واي سب تي كما ذكرت لكم هنا ودلتا، طبعا واي سب تي ناقص واحد ودلتا تي هنا، أول خطوة. الآن الخطوة الثانية نقوم بانحدار الآن هذه الآن متغير التابع وهذا المتغير المستقل، إذن دلتا واي تي على واي سب تي ناقص واحد. خطوة ثالثة اختبار أهمية ألفا اللي بتكون يعني نتيجة التقدير، اختبار أهمية الميل اللي هو هذا ميل هذه الدالة هو ألفا، أهميته نختبره بس، لكن يعني سنلجأ إلى ما يسمى بدوكي فولر تيست إن شاء الله. المشكلة بأن أهمية الميل هذه لا تحدد بواسطة اختبار تي،
تذكروا احنا تعودنا الان على اختبار تي بالاقتصاد القياسي العادل. الان بما اننا نتحدث عن سلاسل زمنيه فهذا لا يعود صالحا، لكن نستخدم القيمه. وكما ذكر ديك فولر بان قيم تي المحسوبه هاي من التقدير تكون خاضعه لتوزيع اسمه توزيع تاو. تخبر النظرية القياسية بأن أهمية الميل ألفا تقاس بواسطة ما يسمى اختبار ديكي فولر تيست. نتابع. يستخدم اختبار ديكي فولر في الكشف عن استقرار السلسلة الزمنية في الحالات الآتي. هناك الآن هذه الحالة الأولى دلتا، لاحظوا لي دلتا واي تي تساوي ألفا في واي سب تي ناقص، ولاحظوا ليس هناك نقطة تقاطع، فقط الميل زائد الخطأ لهذا. وهنا الآن أضفنا نقطة تقاطع ثابت، يعني هنا فقط ميل لكن هنا نقطة تقاطع وميل. هنا إذن دلتا واي تي تساوي ألفا نوت اللي هي نقطة تقاطع ثابت بنسميها. فالآن أصبح عندي درفت أو ما يسمى انحراف أو جنوح، هذا مقداره هنا، يحدد مقداره هنا، زائد ألفا وان في واي سب تي ناقص واحد اللي هي الميل، زائد الإبسلون، وهذه الحالة الثالثة والأخيرة اللي هي دلتا y سب تي تساوي الفا اللي هو درفت او الانحراف زائد الميل زائد الان الاتجاه مع الزمن. يعني الان عامل الزمن يؤثر بقيمه دلتا واي تي. فاذكركم هلا ما هذه الان الداله هي او هذا الشكل هو مشي عشوائي بدون انحراف، اي بدون اي المعادله بدون ثابت او اتجاه. هذه الان هذا مشي عشوائي بانحراف، لاحظوا هذا الانحراف او الجنوح درفت، أي معادلة مع ثابت بدون اتجاه، هنا ليس هناك اتجاه. وأخيرا الآن هذه مشي عشوائي بانحراف واتجاه، أي ثابت واتجاه، اللي هي هذه المعادلة أو هذا الشكل. ذكروها أرجو التدقيق بها. نتابع. ما يعني بأن تطبيقات اختبار ديكي فولر يطبق على ثلاثة أشكال من السيارات العشوائية. هذه الأشكال الثلاثة، التطبيق الأول، الثاني، الثالث. هنا السلسلة العشوائية ليس فيها ثابت ولا اتجاه. التطبيق الثاني فيها ثابت وليس فيها اتجاه. وهنا الثالث فيها ثابت واتجاه، وهذه الصيغ التي ذكرتها قبل قليل. دلتا واي تي تساوي الفا زائد في طبعا عفوا الفا مضروبة في واي سب تي ناقص واحد. وهنا دلتا واي تي تساوي الفا اللي هي درفت او الانحراف. أو نقطة الثابت نسميه ثابت هنا، زائد ألفا واحد الميل في واي سب تي ناقص واحد، وأخيرا التي فيها درفت انحراف أو نقطة ثابتة مع ميل مع الآن اتجاه مع الزمن. هناك قيم حرجة أرجو هنا أن نتذكرها ولا ننساها، مهم جدا. هناك قيم حرجة مختلفة لكل تطبيق، وهي مبينة في جدول اختبار ديك فولر، يعني موجود على الانترنت موجود، بس سأبين الآن لكل يعني حجم عين اللي اخترته حتى يكون يعني هين تطبيق هذا المثال. ولا بد من استخدام الصيغة الصحيحة للسلسلة الزمنية تحت الدراسة. أوكي، لنجرب صيغة النموذج الأول الآن. هذا صيغة النموذج الأول اللي هو ليس هناك نقطة تقاطع، يعني ليس هناك انحراف أو درفت، وليس هناك اتجاه، حيث الآن ألفا أقل أو يساوي صفر، ويمكن اختبار الفرضيات المختلفة حول رو، ومنها اختبار الفرضيتين الآتيين. هنا الآن هذه فرضية العدم اللي ألفا تساوي صفر، أي رو تساوي واحد بالحالة هاي، أو أن ألفا أقل من صفر بمعنى آخر أن رو أقل من واحد. هذه الآن إذا ثبت فبتكون بالحالة، يعني إذا أثبتنا بأنه لا يمكن رفض هذه الفرضية فإن السلسلة تكون غير مستقرة. إذا تبين لنا النتائج بأن الفرضية البديلة هي التي لا نستطيع رفضها، يكون ألفا أقل من صفر، بمعنى آخر رو يكون أقل من واحد، وبالتالي بتكون السلسلة مستقرة ويمكن تقدير نتائجها، يعني أو معلوماتها. إذا كان حجم السلسلة كبيرا إلى حد كافي فإن التقديرات مربعات الصورة الاعتيادية والاس تبين أن الآن الجذر التربيعي لحجم العينة طبعا هون تي، يعني 20-30 وحدة وهكذا، مضروب في رو النظري ناقص رو المقدر، بكون موزع طبيعيا بوسط صفر، وطبعا انحراف معياري مقدار الخطأ المعياري بنسميه احنا، حيث الآن الخطأ المعياري يساوي الجذر التربيعي لواحد ناقص رو تربيع. هذا يعني نبينها إن شاء الله في دروس سابقة، ما
بيناها أيام الأوتوكوريليشن، يعني في مقطع هناك عن الارتباط الذاتي مبين في لماذا الآن الإسلام يساوي أجهزة التربيع لواحد ناقص واحد ناقص التربيع. نكمل لنعد إلى مثال فائض عجز الموازنة الشهرية الآن وايتي لبلدية إربد، بيانات افتراضية. هذه البيانات مرة أخرى وكيف حصلنا عليها؟ طبعا هذا افتراض، لكن هاي حصلنا عليها من هذا العمود هنا، هذا العمود وهذا العمود مشتقات من هنا. نفترض بأن التطبيق الصحيح هو الأول، أي النموذج الأول في جدول أشكال التطبيقات، أي معادلة الفرق التي ليس فيها ثابت ولا اتجاه كما يأتي. هذا الآن لنفترض بأن هذا النموذج هو الذي يصلح، أو على الأقل نعتقد بأنه صالح. كانت نتيجة التقدير كما يأتي، هذه نتيجة التقدير دلتا واي تي تساوي سالب، صح الإشارة السالبة دائما لازم يكون أقل من صفر لا الميل هنا، فسالب فاصلة 35.14 واي تي هذا بهمناش، بهمنا الآن قيمة تي. الآن هذه قيمة تي المحسوبة هنا أقارنها، لأنه هنا تي المحسوبات من التقديرات تخضع لتوزيع اسمه توزيع تاو. هنا الآن أعيدها، أثبت العالمان ديكي وفولر بأن قيمة توزيع تي المحسوبة من المربعات الصغرى الاعتيادية الناتجة من تقديرات نتائج السلاسل العشوائية تخضع لتوزيع يسمى توزيع تاو، هذا الحرف الجريكي تاو، وهذا التوزيع يقابل توزيع تي الذي اعتدنا على توظيفه في اختبار الفرضيات من نتائج مربعات الصغرى الاعتيادية. إذن بدل ما نستخدم تي الآن نفترض أن تي تسبع توزيع تاو، ونقارن هذه القيمة بما ورد في جداول تاو التي سأبين على ثلاث أشكال منها الآن. نقوم الآن بمقارنة النتيجة. الآن تي التي حسبناها قبل قليل هنا، أرجو الرجوع إليها هنا، هذه القيمة قيمة تي نقارنها مع القيمة الحاجية من جدول ديكي فولر للنموذج الذي يخلو من الثابت والاتجاه مقابل تي. الآن عندي تي 25 نقطة، 25 مشاهدة، ومستوى أهمية اختبره 5%. فنجد الآن هذا الآن أول جدول مجادلته هنا أن له حجم العينة هنا 25 50 100 250 500 أكبر من 500، هذا على مستوى الآن 1% هو 2.5% هو 5% هو 10%. حجم العينة لدينا إحنا الآن 25 مقابل 5%، فيجب أن تكون الآن هذه القيمة الآن يجب تكون أقل من هذه القيمة حتى نقبل. فلاحظوا الآن هذه بالنسبة للتاو 1.955 طلعت أقل من هذه القيمة، أوكي، فهذه أكبر من هذه. ما يعني الآن لاحظوا لي، أرجو أن ترجعوا إلى الخلف إلى الوراء شوي بالذاكرة كيف كنا نقدم من يعني من توزيع تي أهمية المعلم المقدرة. هنا الآن أهمية ألفا تكمن في مقارنة هذه القيمة تي مع قيمة تاو هنا، أوكي، يجب أن تكون أكبر منها، لكن هو طلعت هذه عفوا أصغر منها، هذه طلعت اللي هي المقدرة هنا تي أكبر من هذه لأنه سالب 1.955، هذه أقل من سالب 1.9318 لأنها الإشارة سالبة. على الرغم من أن القيمتين قريبتان إلا أننا لا نستطيع رفض فرضية العدم القائلة بأن السلسلة غير مستقرة، أوكي. لنجرب الآن النموذج الثاني. هذا النموذج الثاني اللي هو دلتا واي تي تساوي فيها دريفت هنا نقطة تقاطع أو ثابت زائد الميل ألفا واحد في واي سب تي ناقص واحد وزائد الإبسلون. لاحظوا الآن اختلفت الصيغة وبالتالي سيختلف الآن الجدول. نتابع الآن. كانت تقديرات النموذج الثاني كما يأتي، هذه النتيجة من تقدير النموذج الثاني دلتا واي سب تي تساوي السالب 13 اللي هو دريفت هذا سالب 13.5323، هنا الإشارة متسقة مع النظرية يجب أن تكون سالبة اللي فاصلة 35.64 في واي سب تي ناقص واحد. هذا بهمنيش كثير، لكن لاحظوا لي قيمة تي هنا وقيمة تي هنا، وهي أهم شيء اللي هو قيمة تي لنقطة للميل. عند مقارنة الآن لاحظوا لي هذه القيمة النموذج الثاني اختلفت الآن مقابل 5%، هذه الآن كبر يعني هذا قل أصبح أقل نحو يعني السالب، لاحظوا الإشارة. وبالتالي نجد من جدول ديكي فولر القيم بأن
قيمة ديكي فولر أقل بكثير من هذه القيمة التي، وبالتالي لا نستطيع رفض فرضية العدم التي تقول بأن السلسلة غير مستقرة. ولو كانت ألفا واحد هذه أكبر من صفر، فإن اختبار ديكي فولر لا يكون مناسبا في اختبار الفرضية، لأن الآن لاحظوا لي هذه ألفا واحد تكون أقل أو تساوي صفرا بالحالة هاي، ما يعني بأن السلسلة بتكون انفجارية، يعني تتزايد بسرعة مع الزمن. نكمل الآن بالنسبة للنموذج الثالث، حيث الآن هذا النموذج الثالث لاحظوا لي هناك دريفت أو انحراف ميل، وهنا في عند اتجاه ترند مع الزمن. فالآن نقدره، طلعت النتائج كما يلي، هذه نتيجة التقدير، هنا تي هذه القيمة سالب سالب، هنا متسقات، هذا بتقول لي انه العجز او الفائض عماله ايش يعني ينحدر مع الزمن، وعندي القيمه تي. فاذا بقارن هذه القيمه وهذه القيمه مع ما ورد في جدول تاو، هنا اختلفت الان الارقام، لاحظوا المقابل 25 و 5% سالب، الان هذه انخفضت بكثير عما ورد قبل قليل في الاختبار الاول الاختبار الثاني او القيمه الحرجيه للنموذج الاول النموذج الثاني. وبالتالي هنا نجد بأن من جدول ديكي بأن قيمة تي المحسوبة من تقدير المعادلة جاءت أعلى من القيم الحاجية على مستوى أهمية مقدار 5%، ما يعني بأن السلسلة غير مستقرة. وقد أظهرت النماذج بأن السلسلة غير مستقرة، وهذا ما يؤكد الاتجاه السالب في الشكل التالي، لاحظوا لي هون، هي أنه بتعرج عماله نحو الصفر الفرق، لكن عماله ينخفض ينخفض، ما يعني الآن بأنه اتجاه سالب. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا، أكون قد قدمت الفائدة المرجوة منه، وإن شاء الله في المقطع الثالث سنبين كيف نستخدم برامج، يعني أو أذكرها اللي هو EVU، في عندي برنامج EVU يمكن استخدامه حتى نختبر وجود أو عدم وجود ما يسمى بالجذر الأحادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء بإذن الله تعالى.